صباح الخير بدوري، بحييكم مشاهدينا وبدعيكم لا تنضموا لنا مع لقاءاتنا اللي ابتدت هلا، والبدايه بتكون مع صوفي كلزي معالجه تنطق. اليوم موضوع مخصص للسيدات تحديدا المدخنات اللي بيصير في عندهم عرض بالصوت، كيف فيهم يتابعوا تمارين معينه او تكنيك معين حتى يرجعوا يستعيدوا نعومه الصوت، الصوت الانثوي اللي هيك بيحرك فينا المشاعر. صباح الخير. بونجور. حبيتيها، تبسمتي. كيفنا اليوم؟ طبعا، لانه ايه اكيد، يعني هيدي ميزه الصوت المراه. اكيد انه حلو يكون في هيك تغييرات كثيره بصوت المراه. نعم، في عده عوامل غير دخان صوفي بتخلي الصوت يعرض او يصير في بحه او اذا هيك شحرقه مثل ما بنسميها. هلا مثل ما عم بتقول، في كثير اشياء بتاثر على تغيير الصوت ان كان عند المراه او عند الرجل، مثل الرفلو، مثل استعمال الصوت، في كثير عوامل، بس عند المراه اكثر شيء بتلاقي انه بصير في مثل ما كنت عم بتقول خشونه بالصوت، تغيير بالصوت، بصير الصوت هيك منه كثير واضح وما بقى فيه هالانوثه اللي كثير قويه، او حدا هي عم تحكي على التليفون بينقل مسيو بغلطوا بالصوت، بيكونوا شوي محيرين، بس بتلاقيها خاصة موجودة عند المرأة اللي بتدخن. والتأثير عندها موجود من التدخين على الأوتار الصوتية. شو فيها تعمل حتى تتجنب؟ يعني يمكن ما عندها نية أنها توقف الدخان، طبعا الكل بينصح بالتخفيف من الدخان، وإذا فيهم يعني ينقطعوا عن التدخين بيكون أحسن لصحة الجسم من فوق لتحت، بس تحديدا بالصوت شو فيها تعمل إلى جانب التدخين؟ هلا أنا اللي بدي أفسره هو ليش في تأثير على الصوت. مثل ما قلت، في تأثير على كل الجسم، يعني مثل ما عم بتقول من السنان للبشرة، كل الجسم بيتأثر من وراء التدخين. بس بالنسبة للصوت اللي بيصير هو أنه أول شيء عندك السيجارة هي حرارتها كتير عالية، عم بتفوت على الكثبة الهوائية وبدها تقطع بالأوتار الصوتية اللي هن بيفتحوا وبيسكروا، فهذه الحرارة دغري بتصيب الأوتار الصوتية. أكيد بين شخص وشخص بيكون التأثير مختلف، بس بتلاقي أنه الشخص اللي بدخن، المرأة خاصة اللي بتدخن، صوتها هيك شوي بيعرض إذا بدك، لأنه في احتمالين، يا أما بتكون الأوتار الصوتية كأنه كل الوقت هن بحالة التهاب، فبالتالي بيكون في على طول سوائل إذا بدك بهيدي المنطقة، وبحسوا بهيدي الحاجة أنه يعملوا على طول حتى يكون صوتهم عم بيكون أوضح أو أنقى. وكمان بيكون أوقات كتير منلاقي صار في مثل تضخم، أو صار في مثل منه ورم بس مثل جلة صغيرة، يعني هي قدام على الأوتار الصوتية من وراء التدخين، وبالتالي لأنه صار في الأوتار الصوتية إن كان حجمهم، كان في صورة إذا ما فينا نشوفها، إن كان حجمهم أو تلاصق الأوتار الصوتية بيتغير، إذا كان في مثل ما عم نقول قدام أو صار في شيء عليهم، فبالتالي الصوت ببطل نفسه، يعني ما ببطل الصوت اللي عم نسمعه مثل ما كان قبل. هلا هيدي الشغله بتصير اكيد على مدار السنين، منا وحسب هون بنشوف الحراره كيف دغري بتكون عم توصل بشكل مباشر وتاثيرها على الاوتار الصوتيه دغري. هي بتحرق، يعني اللي بيدخن بيعرف انه في مطرحه بتحرق حالك. ايه بس انه اذا بدك، انا ما بعرف، انا ما بدخن، بس بحس انه ما فيك تحس كثير بهذا الاحساس قد ما هو يعني، لانه عم نحكي عن الاوتار الصوتيه صاروا جوا، فهيك انت بدك تساعدنا اكثر. لو بعرف بتدخن، انت عم تاخذ تنجلي السيجاره كمان، رودي هلا فيها تساعدني لانه يا مدخنين بنقول لها بونجور، بتحسي هيك اوقات مجه شحرقه، يعني بتحسي في شيء سخن فات على الزلعين. ايه هيدا هو الاحساس، انه يعني تأثير التدخين مثل ما عم نقول مباشر على الأوتار الصوتية، أنت بتحس فيها بالزلعيم اللي هو الأوتار الصوتية. نعم. لأنه الحرارة كتير مرتفعة عم بتفوت بشكل مباشر عليهم، وعم تعملهم التهاب، عم بيصير في ضرر عليهم. وحسب الشخص، أشخاص ما كانوا يدخنوا صاروا يدخنوا بكم سنة بتغير صوتهم، وأشخاص لا بتلاقيهم مدخنين من سنين
ما بيكون في هالتأثير على صوتهم بشكل مباشر موجود. يعني عن جد فعلا بين مرأة ومرأة بتلاقي التأثير مختلف. أكيد أكيد. في أشخاص دغري وقت تسمع عم تح يعني مدام تسمع عم تحكي بتحس دغري أنه أكيد بتدخن كتير. بعدين بيرجع لطبيعة عمله، يعني منشوف يمكن المعلمات بصفوف صغيرة لأن دايما مع الأولاد بدهم يعلوا صوتهم شوي ليسمعون ليقدروا يضبطوا الصف. في مهن تتطلب أكيد أنه السيدة يعني تستعمل صوتها بصوت عالي يمكن فوق طبقتها المسموحة بتجرح صوتها، عدة عوامل. أكيد مثل ما كنت عم بتقول، بس هون بنشوف صورة الأوتار الصوتية إلي اللي هن البيض، هن القطعتين البيض اللي هن اللي بيفتحوا بيسكروا وقت نكون عم نحكي. هون بيكون الدور، يعني هون بنشوف ساعتها انه معقول هول الطبقتين البيض ما يكونوا بقى عم بيكونوا هيك ملزقين ببعضهم مثل الزيح، مثل ما عم نشوف ما في فراغ. هن يعني لازم يفتحوا، لازم يفتحوا ويسكروا. نحن وقتها نحكي بيفتحوا بيسكروا بشكل متواصل، ما بيضلوا بس مفتوحين او بس مسكرين. بس وقت يكون في بحاله التدخين مثل ما عم نقول بيكونوا اسمك، فمشان هيك الصوت بيتغير. او اذا ما عم بيكون في، يعني اذا في التهاب قوي ومثل ما عم نقول صار في قدام صار في مثل ورم عليهم، بيصيروا الالتصاق منه 100%. في اذا بدك هواء، في خساره الهواء، خساره للصوت، بالتالي في تاثير على نوعيته. طيب كيف فينا نعمل حمايه؟ كيف فينا نعمل اذا بدك تمارين معينه، نتبع ارشادات معينه كمعالجه نطق لنرجع نستعيد هيدي النعومه عند السيدات اللي هن حابين؟ لان اوقات بينزعجوا من خشونه صوتهم، ومثل ما قلت اوقات على التليفون اهلا مسيو تطلع مدام، بتصير معنا لما بنكون عم ناخذ مداخلات هاتفيه كذا مره قال له اهلا مسيو تقول لي مدام، الا شكلك بتدخني، فوتي معنا بالجروب. صحيح. هلا اكيد اهم شغله لو فينا نوقف التدخين مثل ما كنت عم بتقول، بس في اشخاص ما بيكون عندهم هالاراده. هون اكيد بدنا نشتغل، اكيد لازم اول شيء يفحصوا الاوتار الصوتيه اذا في شيء مشكله فعلا، يعني ضرر موجود عليهم قوي او بس الصوت مغير من وراء التدخين وما في ضرر فعلا موجود عليهم. يعني اذا وقت يفحص حكيم الاذن انف حنجره على الاوتار، اكيد بدنا نشتغل على كذا شغله. اول شيء هي تسمع حالها، تسجل صوتها تتعرف شو اللي فينا نغيره. واكيد ما فينا نوصل من صوت لصوت كليا مختلف، اكيد فينا نحسن فيه بس ما فينا نغيره كليا، ما فينا نكون بصوت كتير خشن لصوت كتير ناعم. رح نشتغل اكيد على الفوا دو تيت اللي هي الصوت اللي بيكون عم بيوصل عم بيرج اذا بدك اكثر بالروس بالراس من الصدر. رح نشتغل اكيد على تغيير النبره بالصوت، الميلودي، فتحه التم، انه نكون عم نشكل الاحرف، مخارج الحروف تكون صحيحه اكثر بكثير. نشتغل اكيد نرخي هيدي المنطقه حتى نكون عم نقدر نطلع انسب صوت وقت يكون بدنا نوصل الصوت. كمان بدنا نستعمل الغنى مش بهدف غنى، اكيد رح يكون حتى نقدر نوصل لاوطى صوت او بالعكس لارفع صوت معقول نكون الشخص بيقدر هو يقدر يلاقي حاله مرتاح فيه. واكيد كل ما هي بعدين اكيد بفتره معينه وقت نكون عم نقدر نتحكم اكثر، اكيد بالاول تقدر اذا فيها تخفف كمان سرعه الحكي حتى تقدر يعني تتحكم بكل هول العوامل حتى يكون عم يكون صوتها مثل ما عم نقول انعم. اذا بدك تقدر توصل للطبقه المناسبه لا اكيد، لانه ما في طبقات ما فينا نوصل لها. وفي اشخاص كمان اللي بتلاقي اول ما وقفوا التدخين يعني بسرعه ببلش يتغير صوته لحالهم بيتحسن. يعني نوعيه الصوت بتتحسن بسرعه من بعد ما يوقفوا التدخين. واشخاص بالعكس بيكون بدهم كمان يحسنوا، بيكونوا ساعتها عم بيلجأوا لعلاج النطق ليكونوا عم بيعملوا التمارين اللي عم نقول عنهم. واكيد في تمارين إضافية بنكون عم نعملهم سوا وبينعملوا بالبيت. نعم. صوفي حكيت عن تدليك الرقبة
فيهم هن بشخصهم يعني يعملوها ولا لازم يروحوا عند حدا مختص يعمل لهم هيدا المساج؟ لا اجمالا لا مش تدليك الرقبه قد ما هو تمارين حتى ترخي الرقبه مش تدليك يعني هن بيعملوهم مثل ما عم بتقول هن شخصيا بينعملوا ضمن الجلسه وبالبيت حتى يكونوا هن عم بيرخوا هيدي المنطقه كلها. اكيد عم نحكي عن الكتاف كمان مش عم نحكي بس عن الرقبه، عم نحكي عن ورا قدام والكتاف ووضعيه الجسم كمان يكونوا مناسبين. نعم أديل التنفس بيلعب دور يعني لما بناخذ نفس بشكل يمكن سريع ممكن ياثر قد ايه اذا بدنا نفوت على نوع من الماكولات كمان في الاشياء اللي فيها كثير سبايسي، الاشياء اللي كثير سخنه، الاشياء اللي كثير بارده خاصه مع التدخين يعني الحلو كمان الحلو اكيد في لهم تاثير لانه بالنهايه خاصه عند الشخص اللي عنده رفلو يعني ما بتلاقي شخص بغني مثلا رح ياكل شيء فيه كتير حار قبل ما اكيد قبل ما يغني مثلا. على سيره الحلو يعني اوقات هيك بنكون عم نستذوق اكل معين بنقول حليها جارح يعني جارح بالصوت بالزلعين مزبوط لانه بيكونوا عم بيرجعوا يطلع الاسيد وبجرح الاوتار الصوتيه مثل ما عم بتقول. صحيح مثل ما عم بتقول في كتير ماكولات كمان لهم تاثير بس بحاله المدخن اكيد هو ساعتها بيكون عامل اضافه عم بيأذي الصوت وسوء استعمال الصوت كمان بيقدر يودي لهون. طيب اذا بدك تعطي نصيحه لسيد المدخنه اللي عندها مشكله من خشونة أو عرض صوتها، شو بتقولي لها صوفي؟ إلى جانب الرياضة، إلى جانب الراحة، إلى جانب يمكن تنام على ظهرها، تريح، تخفف تشنج لأن استرس كمان بيخلي هيك لما نحن بنشوف حالنا على المراية معصبين، شرايين رقبتنا نافرين. مزبوط صحيح مثل ما عم بتقول. إذا فيها ساعتها هي تعمل تمارين بقلب البيت عندها، تسجل صوتها وتصير تفتح مثلا مثل ما كنت عم بقول تفتح تمها أكثر بكثير وقتها تكون عم تحكي. وتجرب هي تطلع يعني تخفف سرعة حكيها وتجرب تطلع أكثر بكتير بالإيجو أو بالجراف حتى تكون هي عم بتشوف وين صوتها بيقدر يوصل حتى هي تبلش تستعملهم بحكيها وكأنها عم تعمل فوكاليز يعني إذا بدك إيه أكيد حتى تكون هي شوي شوي بالكلمات أو هي عم تقرأ مثلا عم بتغني تصير تجرب هي تكون عم تعمل هيدا الفرق الكبير بين كلمة وكلمة تشد على كلمة مش بمعنى تشد يعني تكون عم بتحط تقل إذا بدك على كلمة أو على الفويال على أصوات معينين ومحلات معينة تكون عم بتوقف ليبين هيدا الفرق أكثر بالصوتة نعم تتفرق يعني بالنبرة ايه مزبوط حتى يبين حتى تعطيها أنوثة أكثر مثل ما لازم وين لازم نشد وين لازم يعني نعمل ستوب وين لازم نعمل الكلمة لتمرق الخبر بسلاسة مزبوط صحيح طيب حتى عندها بهيدي الحالة حتى تكون الأنوثة عم بتبين أكثر بالصوت سؤال أخير صوفي كلزي كمعالجة نطق يعني فترة العلاج بتاخد وقت يعني أكيد مش بين ليلة وتانية يمكن شهر يمكن شهرين ثلاثة حسب قد هي عندها التزام بالتمارين وبالنصايح والإرشادات اللي بيعطوها معالجين النطق هلا عادة إلي وقتها مثل يعني وقتها شخص بالغ بيتوجه صوبنا بيكون عن جد عنده الإرادة إنه هو يغير لأنه بتكون أخذت معه إذا بدها كثير وقت تفكير حتى يقرر إنه يغير يعمل هو التغييرات يعني فعلا بيكون مقرر ومحمس وعنده هيدي الإرادة ساعتها عم نحكي بهيدي الحالة عدد الجلسات بيكون تقريبيا اكيد حسب الشخص التزامه مثل ما قلت والتمارين وقديش هو اذا موقف التدخين ولا لا بعده عم بيدخن تنقول تقريبا 10 جلسات تقريبا بفترة اكيد زمنيه بتمتد على مره بالاسبوع او مرتين بالاسبوع يعني حوالي اكيد 3 اشهر بنكون بلشنا نلمس النتيجه اكيد اكيد قبل كمان بتلمس النتيجه بتلمسها قبل نعم أكيد. إذا عندكم هيدي المشكلة صوفي حاضرة لتعطيكم رأيها بالموضوع وأكيد تتواصلوا معها لتحلوا هيدي المشكلة والرجل يعني بحب المرأة بصوتها الناعم مزبوط بس في يعني أنا ما بعتبر صوتي كتير إيجو جراف بس كمان في أصوات جراف بس بضل في عندهم الأنوثة صح
أنا بحب الصوت العريض بالمرأة، بس أكيد مش نتيجة الدخان، مش نتيجة يعني العوامل اللي ممكن تأثر على خشونة الصوت. مثل ما كنا عم نقول في عوامل كثير بتعطي هيدي الأنوثة بالصوت لو كان الصوت غميق إذا بدك. صحيح. سوفي كلزي، شكرا لإطلالتك معنا اليوم بيوم جديد، يعطيك ألف عافية. منشوفك الأسبوع المقبل بموضوع جديد دايما منتناوله معك ومع المشاهدين. أصدقائي، رح ننتقل إلى فاصل إعلاني، من بعدها نستقبل ناتالي حجيري لتخبرنا أكثر عن كيفية العناية والاهتمام بالشعر، بتحورها ماي مع أطلالي بشعر الفيلت على كتافها اليوم بعد الفاصل.